مباركة إن شاء الله. اليوم يمكن وصلنا للحديث على الفئة العمرية اللي كتفوق 60 سنة اللي يمكن نقولوا بأنهم المسنين. نعم تفضل. علي أن هذه الفئة هذه تشبه إلى حد ما التغذية ديالها كتشبه تغذية الطفل. كنكونوا درنا واحد الدورة وصلنا لواحد الأوج في الصحة ديالنا ومن بعد كتبقى تمشي يعني شيئا فشيئا حتى تتوصل لواحد العمر. كنرجعوا لبداياتنا. نعم هذاك الشيء علاش الله سبحانه وتعالى كيقول لك إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يعني هذا هو الطور ديال الألزايمر والناس كيتصابوا بهذا المرض هذا وبحال باركنسون بحال بعض الأمراض على الجهاز العصبي على الخصوص. هاد الأعمار اللي لما كانش عندهم أمراض طبعا كنتكلموا على الناس اللي الشيوخ اللي ما عندهمش أمراض أما اللي عندهم أمراض طبعا غادي يكونوا عندهم الأدوية ديالهم وهذاك الشيء وهذا الشيء خاصة ما قلتش نعم وما المناعة ديالهم كتنخفض من بعد 60 عام والفوق المناعة تنخفض وطبعا كتبقى تنخفض شوية حتى كيولي علاش لأن الجهاز الهضمي ديالهم كيولي هش ما كيبقاش الامتصاص 100% والوظائف يعني الفيزيولوجيا والوظائف مع تراكم ديال والدوره الدمويه كنلاحظوا على ان هاد الناس هادو دغيا كيديروا كوليسترول علاش لان ما كيتحركوش مثل واش تيقدروا يتحركوا كيديروا الم مفاصل كيديروا الم ظهر كيديروا حتى ارتفاع الضغط كيديروا انتفاخ البروستاتا عند الرجال وكيديروا المشكل ديال الكوليسترول يعني كيرتفع بسرعه يعني كيترتفع بسرعه عند هاد الناس مثلا والديه ولا جداه ولا جدو ولا حاجة حد شي حد من العائلة في عنده في المدينة خصو يتحرك شوية الناس في المدن هاد خصو لابد ما يخرجوه يتحرك ويتمشى معاه شي واحد خصو لابد ما يتحرك الدور باش ما يتنفخوش ليهم رجليهم لأن كنلاحظوا على أن علاش هاد الانتفاخ ديال رجلين يكون واحد التوازن المائي من الجسم ما تيخرجش منه الماء وطبعا ما كيكونش تهوية ديال هادوك الأصابع وهاديك الرجل ما كيوصلهاش الأكسجين وكتنفخ هذوك الرجلين كيتنفخوا ولكن الا تحركوا الناس الى 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 هاد الشيوخ وقفوهم الناس وزادوا معاهم وتحركوا ودوروهم شويه ما كيكونش عندهم مشكل ولا هما حتى متعود على الرياضه يعني منذ الصغر ديالو ومنذ الشباب ديالو فلما كيوصل لهاد المرحله العمريه ما كيكونش متاثر بشكل كبير اللي كيكونوا الناس اللي ما كيتحركوا ولا كاين اللي ما كي شويه ما كتسمحش ليه نفسه كيتفقع ما كيبغيش يدير العكاز ولا شي حاجه بالعكس لا باس الانسان يدير شي حاجه يعاون بها ويتمشى المهم هو يتمشى لا باس واخا يدير عكاز تكون مراه ولا راجل ولا شي ماشي مشكل غير جميع الاشياء اللي غادا تخلي الحياه تكون مزيانه عدد ناس دار يعني ما ماشي مشكل فهاد الشيوخ هادو لازم تكون الطبخ ديالهم في الدار ويكون الطبخ ديالهم بزيت الزيتون لان ما غاديينش يقدوا على المقلي الحاجه المقليه في الزيت ما غاديينش يقدوا عليها وما غاديينش يقدوا على المشروبات الغازيه وما غاديينش يقدوا على الحلويات لان هما عندهم هشاشه العظام وعندهم فقر الدم والاملاح المعدنيه ناقصه وتكون عندهم نقص في جميع المغذيات علاش لان ديك المردوديه داك الروندمون المردوديه ديال الامتصاص وديال داكشي اللي كياكلوا ما كيكونش 100% كينقص كيولي ب 50 و 60% ولذلك خص التغذيه ديالهم تكون قويه بحال هاد الناس هادو خصهم يشريوا لهم غادي يخصم شويه ديال غذاء الملكات لان كيخلي الجسم شويه واقف وغادي يخصم يعني زيت الزيتون وغادي يخصم الحوت السمك لان السمك ما فيش كوليسترول فيه الاوميغا 3 الاوميغا 3 هذا جيد للناس المسنين وخصم الاكل النشويات يعني النشويات مهمه جدا علاش لان الاملاح المعدنيه اللي كاينه في النشويات هي كلها مهمه اللي من المغنيزيوم والمنغنيز ومن الكالسيوم والفوسفور والكروم هذه كلها كاينه في اوزانك لان كيحسوا بواحد العياء ما يقدوش يفيقوا الصباح ما يقدوش يتحركوا كيبقاو يتشكوا وعندهم الام هذه لان كبار السن عادي الشيخوخه هي هذه فهاد الناس اللي بغى يتهلا فيهم هو يكون الطبخ ديالهم بزيت الزيتون في المنزل وما الحلويات نهائيا يعني عليا كيتشهاو بعض المرات مشروبات غازيه شي دفعه كاين مره في الاسبوع ولا حاجه ولكن كنلاحظوا على ان هما اللي كيبداو يتشهاو فحال الاطفال كيتشهاو قطيبات كيتشهاو شويه ديال اللحم مشوي غالبا لا باس هو ما مزيانش ليهم الليدان هاد الاعمار هذه الليدان ما مزيانش ليهم لان دغيا كيديروا الكوليسترول بسرعه ولكن لا باس ما غاديش نحرموهم غادي يشويو ليهم شويه اللحم مرتين في الاسبوع وثلاثه ما كاين حتى مشكل ولكن الاكل العادي ديالهم الاكل اليومي خصو يكون سمك حوت خصهم يعطيوهم السمك يكون طيب طاجين ما يكونش مقلي ويعطيوهم قطاني
قطاني بحال الفول هذيك بحال عندنا في الشمال المملكه كاين دوك الشماليين كياكلوا واحد البصره ديال الفول وهذيك جيده. علاش؟ لان الفول مزيان مالين باركنسون ومالي الزهايمر ومالي سكليروزون بلاك هذاك الخرف مرض الخرف باركنسون مزيان ليه الفول. علاش؟ والاخوان الاطباء كيعرفوا لا ايل دوبا هي اللي كيوصفوها للناس ديال باركنسون كيشريوها من الصيدليات ولا ايل دوبا كاينه في الفول يعني ملي كياكلوا الفول كيتعاونوا شويه كيعاونهم الا فطروا به الصباح على شكل شوربه ولا حساء ولا حاجه ولا في العشيه ياخذوه في العشيه جيد. غير يحاولوا ما امكن هاد الناس ما ياكلوش وجبات كبيره وجبات ثقيله لان الهضم ديالهم بطيء يعطيوهم وجبات صغيره ويبقاو يعطيوهم وجبات متعدده في اليوم ويكثروا لهم بالماء لان مع الاسف عندنا المشكل ديال التربيه على شرب الماء عندنا مازال ناقصه يعني كلشي الاعمار وخصوص الاطفال والشيوخ خصهم يشربوا الماء بكثره. علاش؟ لان هاد الشيوخ عندهم الجسم ديالهم مسدود يعني النسيج ديالهم مغلوق. علاش؟ لان التراكمات ديال الشحوم والتراكمات ديال السموم لمده 60 و70 سنه طبعا غادي يولي عندهم واحد البطء يعني غادي تكون عندهم بطء في الفيزيولوجيا ديالهم. خاصهم يشربوا الماء بكثره ويكثروا الفواكه ما امكن فواكه جافه وطريه ما امكن يكثروا لهم الفواكه. انا كنظن هاد الاعمار ملي كياكلوا الفواكه بحال التفاح ولا بحال الرمان ولا بحال التمر ولا اللوز ولا حاجه كتكون نافعه اكثر من هذاك اللحم اللي كيشويو لهم. والحم مزيان في الكبار ولكن كما قلنا كيبداو يتشهاو كيبغيو حاجه كفته كيبغيو قضيبات ماشي بس ما كاين طمعان يديروا لهم هذا الشيء ولكن ماشي الاكل اليومي ديالهم. هو دابا المشكل كاين اللي بغى يتهلا في باه ولا مو كيشوي ليه اللحم. نعم. وهذا سلوك كاين اشياء اللي غادا تنفعهم اكثر من 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 هذا اللحم شوي غادا تنفعهم اكثر. الى القطاني مثلا القطاني كتنفع هاد الاعمار اكثر من اللحوم النشويات حسن لهم ويكون يفطروا الصباح بزيت الزيتون. علاش؟ لان زيت الزيتون مزيان لهم لان عندهم الام المفاصل وزيت الزيتون كيساعد على الروماتيزمات هذه ديال 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 المفاصل وكيوليو يعني كيوليو مزيانين. نعم. يعني لا تتمشاو شويه تحركوا يكثروا من شرب الماء والفواكه هذه اساسي ويبدلوا اللحوم بالسمك جيد والقطاني يدخل لهذا مكون القطاني مهم لان الاستهلاك ديال القطاني مازال في هذا العصر خاص الاستهلاك ديال القطاني يصير في 3. علاش؟ لان عندنا الدخان ديال السيارات وعندنا الغازات الكبريتيه وعندنا ثاني اكسيد الكربون ديال الدخان ديال المدينه وديال مسائل التلوث. خاص الناس يكثروا كل شيء الاعمار خاصهم يكثروا من القطاني والقطاني مزيانين. علاش؟ لان فيهم مكون المولبدينيوم وهذا المعدن ديال المولبدين هو اللي كيخرج السموم من الجسم. نعم. يعني ولكن كاين بعض الناس اللي يعني عندهم مشكل في الامعاء ما كيقدروش على القطاني وملي كيضرهم القطاني هذا دليل على ان التغذيه ديالهم ماشي هي هذيك. نعم. التغذيه ديالهم سيئه. علاش؟ لان القطاني قويه في الهضم يعني هي كتعطي غازات طبعا لان هي فيها حمضيات امينيه مكبرته يعني كبريتيه يعني بحال ميثيونين بحال لاسيرين بحال هذه الحمضيات كتعطي غازات كيلاحظوا الناس على ان كيديروا غازات وعاديين غازات عاديه. اذا لا ضرونا القطاني واش نستمروا في الاكل ديالها على اساس انهم غادي هذاك الالم غادي تحيدوا من بعد او لا خصنا نوقفوهم؟ يعرفوا الناس خص يعرف كيديروا غازات مع القطاني يعرفوا بان الجهاز الهضمي ديالهم يعني راه مخرب. نعم. يعني كيخلي يخربوا يعني خاصهم ينقصوا. نعم. بالعكس خاصهم ينقصوا الناس من ماشي كنقول غير ينقصوا لان كاين اللي عايش بالاكل ديال الشوارع. نعم. الفاست فود والحلويات غير ينقص وغادي يبدا ياكل القطاني واخا يضروه يبقى ياكلهم. علاش؟ باش الجهاز الهضمي ديالو يعاود التوازن. ماشي غير القطاني يعني حتى بطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه والشوفلور واللفت كاين اللي كيديروا ليه الغازات. علاش؟ نعم. وهذا سكر الإينين، الإينين هو السكر متخمر في الأمعاء، هو اللي كيعطي هذا هو جيد. ملي كيديروا الناس بطاطا الحلوة بطاطا القصبية ملي كدير خصوص النساء، ملي كدير لهم غازات خاصهم يستمروا في الأكل ديالها حتى يرجع الجهاز الهضمي جيد، يعني ما نظنش يعني ما نظنش يكون مشكل غادي يكون أمر جيد. نعم، باش نرجعوا للتغذية المسنين، هناك بعض المسنين اللي كنشوفوا أنهم كيكونوا مدمنين على مثلا شرب الشاي، شرب القهوة، فشنو مدى تأثير الشاي والقهوة عليهم؟ القهوه كتضرهم، شرب الشاي ما يضرهمش. يعني الشاي ما يضرهمش، بالعكس الشاي مزيان لهم خصوص النساء. نعم، ولكن خصوص الرجال كنشوفوه ضروري عنده واحد القهيوه خصو يشربها في النهار مع القهوه. ما يقدروش على القهوه الا خدا طاسه ولا جوج في اليوم ماشي مشكل، يعني فنجان ديال القهوه في اليوم ولا اثنين ولا حاجه عادي ولا الصباح يفطر بها ولا شي. عربي ماشي فنجان امريكي لان الفناجيل اللي ولات دابا الامريكيه راه
كبيره هذو لي ماك الفرنسيه انا نعم. كيف ما كان الحال تناول القهوه اذا كانت حبوب، لان القهوه جايه ما يعني ماده نباتيه ما فيهاش مشكل. المشكل هو في التصنيع ديال القهوه، ملي كتولي قهوه صناعيه بحال القهوه السريعه الذوبان هذيك فيها محفظات يعني. ولكن الا كانت قهوه يشريو الناس الحبوب ويطحنوهم ويشربوه ما عنديش مشكل يعني، حتى الشيوخ حتى المسنين يشربوا قهوه. علاش؟ لان كاين اللي هذا الشخص اللي وصل 65 و70 يعني عنده ادمان على واحد نمط العيش ديالو. نعم. ما صعيب باش تغيره. نعم، وكثرة اللحوم لهذه الأعمار هي تتهلكهم. علاش؟ لأن هذا الشخص كيراكم الشحوم وكيراكم الكوليسترول بسرعة. يقدر واحد مثلا عنده 40 عام ما يراكمش الكوليسترول بسرعة، لأنه كيتحرك، لأنه مازال كينوض كيمشي كيجي. ديال الناس اللي ما قادرينش يتحركوا كيكثروا اللحم كيزيد. علاش؟ لأنك لاحظوا الرجال بعدا كتنفخ لهم البروستاتا كيبداو يخرجوا في الليل، كيوليو يخرجوا 4 مرات 5 في الليل. علاش؟ لان غير كياكلوا كيكثروا من الليدان كتنفخ عندهم البروستاتا. علاش؟ لان يعني مع العياء مع الجسم هذيك التراكم ديال الشحوم كتنفخ، كدير اتروفي هذيك البروستاتا كتنفخ، وكيولي الشخص كيخرج يدخل في الليل. هذاك الشيء علاش انا قلت بان هاد اللحوم غادي يلاحظوا، هاد المسنين الا سمعوا هاد النصائح غادي يلاحظوا. لحبسوا الليدان غادي يلاحظوا بأننا غاديينش يبقاو يخرجوا في الليل. إلى عوضوا اللحم بالحوت بالسمك وبالقطاني، ولا نظام ديالهم جيد خفيف وياخذوا وجبات، غادي يلاحظوا يعني 100% أنهم إن شاء الله غادي يقلوا من هذاك الخروج في الليل، وما غاداش تبقى البروستاتا من فوق. كاين اللي قاعد تيتحبس ما كيبقاش هذا، وكيمشي للمستعجلات وكيركبوا لي الكاتيتير يعني واحد التويو تما وهذاك الشيء، وهما ما كيبغيوش وكيتحرجوا يعني. من الاحسن انا كنقول من الاحسن هاد الناس الا تحركوا غير جوج العوامل الصحه ديالهم تحسن مزيان، خصوصا الرجال. اما النساء ما كيكونش عندهم مشكل، ولكن النساء كيولي عندهم الشحمه ديال البطن بسرعه كتراكم. كنلاحظوا ان هذوك العيالات الكبار كيولي عندهم الحزام كبير. الا زولوا اللحوم وتحركوا والاكل ديالهم نبات، ويدخلوا زيت الزيتون وياخذوا الفواكه الجافه، غادي نلاحظوا على ان غادي يكون تحسن كبير جدا. هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله هو تحسن الصحه العامه. دكتور محمد الفايد، اذكر بانكم ان شاء الله غتكونوا برفقتنا الاسبوع المقبل ايضا. شكرا جزيلا على كل هاد المعلومات، ونهايه اسبوع